له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. عطاؤه يذهل العقول وكرمه عجب عجاب، يجازي على الحسنة اليسيرة بالخيرات الكثيرة، ومن أثنى عليه وأحسن مسألته قابله بجزيل النوال، ويتجاوز عن الذنوب العظام لمن صح دينه وتوحيده ولم يشرك معه غيره. قال سبحانه في الحديث القدسي: من لقيني بقراب الأرض خطيئة، أي ذنوبه ملأت الأرض أو قاربت ملأها، لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وأحب الخلق إلى الله أكثرهم سؤالاً وإلحاحاً، وكلما ازداد إيمان العبد وفهمه لدينه وتعلقه بربه ازداد حرصه على الدعاء في جميع أحواله. قال عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، وهو أحد سيور النعل. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما زال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن هو الذي استغنى عن سؤال الله تعالى؟ ثم هو الحنيفية ملة أبينا إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهو عقيدة وشريعة وعلم وعمل وظاهر مصدقه الباطن، ولا إله إلا الله أساسه وأصله وقبة بنيانه التي بها كماله وجماله وأوله وآخره وسببه وغايته، ومعناها من لفظها بمنزلة الروح من الجسد، لا ينتفع بالجسد دون الروح، والتلفظ بها دون اعتقاد معناها لا يغني عن صاحبها شيئا، ومن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها مستوفيا حقوقها فقد حقق التوحيد. وأصدق برهان من العبد على التوحيد وأدل دليل على اختصاص الخالق بالتفريد دعاء الله وحده دون سواه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. رواه الترمذي. ودين الله لا يقوم إلا على إفراد الله بالدعاء دون ما سواه، وبهذا أرسل رسله وأنزل كتبه، وهو دينه الذي يحب من عباده إظهاره ولو كان في ذلك مراغمة للمعرضين عنه. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن لقومه أن رسالته قائمة على توحيد الله في الدعاء: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ومن استكبر عن دعائه توعده الله بالنار والصغار: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن كرهت نفسه دعاء الله وحده ولم تنشرح إلا بدعاء المخلوقين فذلك علامة الضلال والغفلة عن الآخرة. قال سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا والدعاء مستلزم له، والعبادات الظاهرة والباطنة كلها دعاء في مآلها ومعناها. فمن صلى أو صام أو حج أو تصدق فهو داع لربه بلسان الحال تنادي عليه عبادته لربه وذله له ومحبته إياه بأنه سائل من ربه القبول طالب إليه القرب والزلفى. فالدعاء هو العبادة ومخها ولبها وحقيقتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه أحمد.
ولعظم أمر الدعاء وكبير منزلته افتتح الله كتابه بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وختمه بالمعوذتين التي فيهما الدعاء، وسمى الله الدعاء باسم الدين فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وسماه باسم العبادة كلها فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والإخلاص لله وحده في الدعاء علامة الإيمان وبرهان الإيقان وحبل النجاة ووسيلة الفوز والنجاح، وهو شعار الأنبياء والمؤمنين. فالداعي الموحد لربه في دعائه هو العابد الصادق والعارف المصيب طريق أشرف الحقائق، إذ الدعاء هو الركن الشديد الذي يأوي إليه المسلمون، والملاذ الآمن الذي يعتصم به المحتاجون. والمصائب والشدائد تعرف العبد بربه وتأخذ بيده إلى الإخلاص في دعائه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وربنا سبحانه يدعى وحده في كل حين وحال، فهو الخالق الذي لا يعجز عن شيء، والقادر القاهر الذي على كل شيء، الرزق بيده والعطاء والمنع منه وإليه. وصفات الكمال والجمال والجلال نعوت صدق لا تنفك عنه، ومن توسل إليه بأسمائه وصفاته أعطاه مبتغاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا هو القريب من سائليه وعابديه، من أنزل به منهم حاجته قضاها له، ومن سأله أعطاه، ومن افتقر إليه أغناه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو الحي القيوم، من دعاه توجه إلى رب واحد صمد قادر على تفريج الكروب. هو الحي لا